هذا ما تبقى، صور تفيد باعتداء ثالث على المتظاهرين والمعتصمين من خريجي المجموعة الهندسية أمام مقر شركة نفط البصرة موقع الزقورة. أحداث انتهت بإعادة الاعتصام الذي كلفهم جرحى ومعتقلين بعد أن كانوا مطالبين سلميا بدرجات وظيفية. قمع ما أروح مك، قمع كظل خوذك كسرها، جو خذوها ما عندنا الخوذ الجنائيات. اجوا كسرونا وطقونا واذونا واعتقلوا من عندنا، وحاليا جماعتنا معتقلين بالسجن، ماخذين قسم من عندهم وعندنا قسم بالمستشفى. زين احنا الى متى يبقى هذا الوضع بالعراق؟ طبعا كلام غير لائق، يعني حتى البنات يتجاوزون بالكلام الغير لائق وبالضرب ايضا. ضرب والفاظ نابيه بحق المهندسات والمهندسين الذين افادوا بمشاركه بعض موظفي الشركه بحادثه الاعتداء عليهم. اللي صار بالاشتباك والتصادم بين المتظاهرين والمنتسبين هو سببه بعض الموظفين قاموا برشق بعض الحجارة والعصي على القوات الأمنية. 16 سنة من الدراسة، 16 سنة من الجهد، شنو اللي حصدناه؟ يلا أريد هسه شخص يقول لي شنو اللي حصدته؟ حصدت أجي أنضرب هنا وأنهان؟ إذا هاي الشهادة اللي أنا تعبت عليها بهذا البلد، بالأخير يعني أحصد هذه الثمرة بضرب أو شتمة، خلي شكو جامعات خلي تعزل. للمرة الثالثة تعتدي بعض العناصر الأمنية على الكوادر الهندسية دون تحرك يذكر أو استنكار من قبل نواب البصرة وحكومتها المحلية أو المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان. هذه الصورة تلخص حجم الاعتداءات التي تتعرض لها الكوادر الهندسية. للمرة الثالثة في البصرة المهندس يطالب بالتعيين ويجابه بالهراوات والاعتداءات اللفظية. ذكورا وإناثا تمت ملاحقتهم من قبل القوات الأمنية عند مدخل شركة نفط البصرة موقع الزقورة. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.